مصر العزيزة لي وطن وهي الحمى وهي السكن وهي الفريدة في الزمن وجميع ما فيها حسن لسمائها الصيت البعيد ولأرضها الخصب المزيد ولنيلها الوافي السعيد كل الأيادي والمنن أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج رؤية مصرية مساء الخير دايما هنكون على الوعد زي ما وعدناكم في أولى حلقاتنا إن احنا هنكون رؤيتكم أنتم في كل مجالات الحياه هنهتم بكل اللي بيشغل بالكم بال كل مصري مخلص محب لوطنه مؤيد ومقدر لإنجازات الدوله والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحلقه دي خاصه بكل مخلص بكل محب لوطنه بكل عاشق لتراب أرض مصر كتير مننا يمكن مشاغل الحياه والالتزامات مخلياه مش متابع ومركز في كل الانجازات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الحروب الداخليه والخارجيه التي تحاج بمصر وطننا الغالي العزيز والتي تسعي الي تفتيت الكيان المصري المترابط ولكن اعلموا جميعا اعلموا وكل العلم ان نحن شعب مصر لن 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 نخذل ابدا قيادتنا ولن نتهاون في حق في حقنا وفي ترابطنا وفي وحدتنا اعلموا جميعا ان شعب مصر لكم بالمرصاد وجميعنا فداء لمصر داعمين للقياده بكل ما اوتينا من قوه تعالوا نستعرض مع بعض النهارده أهم الإنجازات اللي قام بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال الكام يوم اللي فاتوا. مجهود يتطلب منا جميعا الوقوف بجانب القيادة بجانب رئيسنا الهمام بجانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القائد العظيم اللي بنى مصر الحديثة وقبل ما نبدأ في العرض وعرض موضوع حلقتنا النهاردة أوصيكم وصية لكل مصري مصر أمانة في أعناقنا عاهدنا الله وعاهدنا وعهد أنفسنا أن نكون جميعا على مر الزمان فداء لمصر ابقوا علي العهد مصر تستحق مصر ضحي من اجلها الكثير من شهداء الوطن قدموا ارواحهم فداء لامن وامان هذا الوطن شهداء من كل طوايف الشعب مصر في حبها مفيش عندنا فرق بين مسلم ومسيحي احنا كلنا نسيج واحد نسيج في حب مصر. كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان مصر في رباط الى يوم القيامه. كلنا شفنا في الفتره الاخيره تحركات القياده المصريه على الصعيد الداخلي والخارجي وده امر يخلينا جميعا نقف وقفه احترام وتقدير واعتزاز لفخامه الرئيس واللي مشروعات الدوله في عهده بقت عباره عن خليه نحل فيها العمل مستمر ليل ونهار. واطلق معاه قطار التنميه ومكمل في طريقه في سباق مع الوقت في سباق مع الزمن علشان يبني دوله حديثه تضع مصر في مصاف الدول الكبرى المؤثرة في العالم وخصوصا بعد النجاحات الملموسة في السياسة الخارجية بالتوازي مع ملفات الداخل شفنا مثلا الرئيس بيتفقد أعمال إنشاءات أكبر سرح رياضي في في مد... ويطلق عليه مدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية المشروع الضخم جدا في المجال الرياضي اللي هيكون صرح عالمي يخلينا نقدر ننضم إلى أكبر المسابقات الدولية مش بس كده على الصعيد العسكري بالأمس قامت قوات الجيش المصري بعمل مناورات عسكرية في دولة السودان الشقيقة على أعلى مستوى أطلق عليها اسم نصور النيل والاسم ده مش اسم كده وخلاص بالعكس ده اسم بيحمل دلالات يعلمها القاسي والداني أن مصر لن تفرط ولن نسمح كشعب مصر وقيادة أن نفرط في قطرة من مني لها من مياه نيل مصر وفي وفي كل ذلك كان لنا أهداف وهي حماية أرض مصر وحماية وحدتنا لابد من أن نثق جميعا في القيادة السياسية وفيما تنتهجه من اسلوب تفاوضي بخصوص موضوع سد النهضة عايزين نقول أن إحنا كان في فتنة نوعا ما ما بيننا وبين السودان فإحنا لما نعمل مناورات عسكرية معهم إحنا بنعمل إشارة للعالم وبنقول له شوف إحنا أصبحنا الآن تحالف ويد واحدة وأصبح ولاء السودان لمصر وتضامنت معنا قلبا وقالبا الرئيس بيعمل على دعم السياسات السلمية الآمنة بعض الناس قالوا طب احنا ليه ما نضربش السد طب احنا ليه مش عارف ما نعملش ايه لا احنا يا جماعة وان كنا بنتحدث من موقعنا فاحنا لسنا على القدرة الكافية التي تجعلنا نستطيع ان نحكم او ن... او ن... يعني نعطي اراء نعطي اراء في هذا المجال طبعا في مصر كتير ناس بيحبوها وبيدعموا رئيسها ومعانا مداخله تليفونيه من بعض الناس اللي بدات تنفذ ده بالفعل معانا الدكتور محمد حسين الو ايوه يا دكتور عليك. عليكم السلام اهلا بحضرتك يا دكتور تحياتي لحضرتك الدكتوره مها ربنا يخليك الدكتور. يا دكتور الحديث عن حملة شباب مصر ودعم السيد الرئيس من خلال برنامج رؤية مصرية دكتور محمد احنا عايزين حضرتك تكلمنا عن ازاي جيت لحضرتك فكرة حملة دعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيه اللي أثار الفكرة دي خاصة أن حضرتك في مدن الصعيد محافظة المنيا عروس النيل نحب نعرف من حضرتك الأمور مشت ازاي يعني حضرتك والداعمين لفخامة السيد الرئيس حيث رأى هؤلاء الشباب أن الدولة تحتاج إلى ظهير شعبي ووطني من المخلصين للوطن ومما يهمه أمر الدولة المصرية في ظل طبعا زي ما حضرتك عارفة المؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية من الداخل والخارج بالفعل فكانت المصلحة تقتضي بالوقوف جنبا إلى جنب ونبذ الخلاف من أجل الصالح العام حينما اجتمعنا منذ اللحظة الأولى قررنا ان الحمله مجانيه لا تهدف لربح مادي ولكن تهدف لدعم الوطن واستقراره وتأييد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مجموعه من الاجراءات منها على سبيل الحصر منها على سبيل المثال الحصر حبينا نشتغل على ثلاث محاور المحور الاول عمل خطه اعلاميه واقامه ورش عمل ومؤتمرات وندوات للتوعيه وابراز ايجابيات الحياه السياسيه والاقتصاديه دكتور محمد حضرتك بالفعل بداته في عمل ندوات ولا الموضوع لسه مطروح ودي استراتيجيه استراتيجيه او خطه عمل؟ لا يا فندم ده محور اشتغلنا عليه من ضمن المحاور بالفعل المحور الثاني من ضمن محاور الحمله الكشف عن مدى التطور الذي تشهده مصر في عهد القياده السياسيه بقياده زعيم مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهدت مصر في السنوات الاخيره زي ما حضرتك عارفه عديد من الانجازات يغفلها الكثيرون منها اقامه المشروعات الكبرى لاهتمام بصحه المواطن من خلال حمله 100 مليون صحه للكشف على وعلاج فيروس سي نجحت نجاح باهر كذلك الطفره الهائله التي شهدناها في الطرق والنقل والمواصلات شبكه هائله من الطرق تعتبر شرايين الامن المحور الثاني من ضمن محاورنا اللي اشتغلنا عليها في الحملة محاربة الأفكار المتطرفة واستبدالها بأفكار تنموية مثمرة وكذلك توعية الشباب على كيفية التعامل مع الإشاعات. حضرتك طبعاً عارفة إن حرب الشائعات هي طبعا. الحرب الكبرى التي تواجه المجتمع المصري هي أكبر حرب لأن العدو طبعا. فيها مجهول. إحنا دورنا في الحملة تدريب الشباب على كيفية مواجهة الأزمات والتصدي لها. وتنمية الوعي لديهم بمخططات وأساليب الاستقطاب التي تنفذها الجماعات الإرهابية تمام. الجزئية الأهم دكتورة مهر. إحنا نجحنا في تأسيس بنك أفكار للشباب لتلقي المبادرات الشبابية ونجح بالفعل وتلقينا العديد من المبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع وخلق فرص عمل وتم عرض بعض من هذه المبادرات على السادة المسؤولين لاختيار الملائم منها وتنفيذه على أرض الواقع الجزئيه الثانيه احنا نجحنا في تشكيل الهيكل التنظيمي للحمله في 25 محافظه حتى الان وانا يعني سعيد جدا بتواجد دكتوره مها معانا كامين عام لمحافظه دمياط شكرا لحضرتك يا دكتور ده شرف كبير ليا ان احنا نكون في حمله بتدعم القياده السياسيه الواعيه الهمامه احنا كلنا بندعم السيد الرئيس آه عفوا يظهر الخط قطع هنعاود الاتصال بدكتور محمد تاني نستكمل حديثنا عن انجازات الريس اللي قام بيها في كام يوم بس آه احنا لو اتكلمنا عن انجازات الريس منذ بدايه توليه المسؤوليه عايزين مش اقل من 100 حلقه خلينا نكون منطقيين احنا هنتكلم عن بعض الانجازات اللي قام بيها في كام يوم خلينا كمشاهدين نشوف آه يعني حجم المهام والمسؤولية التي تقع على عاتق الرئيس ونقدر ذلك ونقف بجانبه. أول أمس الرئيس كان بيمر بنفسه بشكل مفاجئ لتفقد ومتابعة مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة في القاهرة والجيزة. ومش بس كده إحنا معظمنا تابع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اليونان الصديقة في زيارة استغرقت عدة أيام. وكانت زيارة مهمة لتأمين ثروات مصر البحرية في شرق البحر المتوسط ومواجهة التحديات في ملف غاز شرق المتوسط الحقيقة يا ريس أنا اتكلمت عن تحركات وإنجازات كبرى في آخر 3 أو 4 أيام بس وطبعا في غيرها كتير وده امر يخلينا كمصريين لازم نقف لازم نقف احتراما للدوله تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده واعيه قياده حكيمه قياده رشيده قياده فيها احساس بكل المصريين قياده فيها نوع من انواع الاحساس بالاخر احنا بنحس في نفس الوقت ان الرئيس اب لكل لكل بنت لكل ولد لكل شاب اخ لكل سيده اخ لكل امراه اهتم بالمراه فعل دورها عشنا في او عاصرنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدهار لنشاط المراه دي حاجه احنا ما كناش حاسينها قبل كده كنا بنشوفها في هيئه جمعيات ومسميات لا تفعل على ارض الواقع بعض الانجازات التي تخص المواطن البسيط او يعني اصحاب الدخول الضعيفه الدوله حاولت جاهده لكي تصل الى تحقيق العداله الاجتماعيه ولعل ابرز مظاهر الاهتمام هو تبني خطه تحسين احوال سكان العشوائيات الرئيس منذ بدايه عهده وهو بيتكلم ان مصر مش هيبقى فيها عشوائيات بالفعل بدا ينفذ ده بيوعد وبيوفي مش كلام ووعود بتروح في الهواء مثلا على سبيل المثال طور المناطق السكنية اللي على أطراف المدن أول حاجة هو عمل حاجتين للمواطن أول حاجة سكان العشوائيات تبدلت أحوالهم بعد ما كانوا بيعيشوا في أكواخ وعشش وأماكن لا تصلح للحياة ومنازل غير أدمية وكل ده ببلاش تاني حاجة إن الدولة بتزيل المناطق العشوائية فبتخلصنا من إن إحنا يبقى عندنا نسبة مناطق عشوائية كبيرة بتعمل على تطوير المدن بتعمل إن هي تخلي مصر تظهر بشكل حضاري يليق بيها في بعض الخونة يتحدثون ويقولون إن مصر مليئة بالعشوائيات إن مصر لا بص برضو للحضر ما دولة في العالم أيا كان مستواها إيه أو تقدمها أيا كانت المكانة اللي هي وصلت ليها أو فرض سيطرتها في العالم إلا وعندها عشوائيات العشوائيات دي موجودة في كل مكان بس إحنا كبعض المصريين ونكمل بعد الفاصل ومعانا مداخله من دكتور محمد عبد الرحمن كليه تربيه رياضيه دكتور في كليه تربيه رياضيه جامعه بنها ونقول الو اهلا وسهلا مس... بحضرتك يا دكتور. يا دكتوره اهلا وسهلا بحضرتك مساء النور المشاهدين. يا دكتور. مشرفنا باتصال حضرتك النهارده آه والله تسلمي وفعلا برنامج رؤيه مصريه برنامج بينم فعلا عن عن حب مصر وعن آه فعلا عن الانتماء وعن انتماء وانتماء فريق العمل للدوله المصريه كلنا فداء لمصر ومن هنا انا بحيي مقدمه البرنامج الدكتوره مها كل الموجودين وكل القائمين على قناه الصحه والجمال شكرا لحضرتك يا دكتور آه موضوع النهارده فعلا آه موضوع مهم جدا وخصوصا ان السيد الرئيس فعلا آه آه واضح علينا الفتره اللي فاتت دي فعلا آه آه تعب كتير وواضح على الاخلاص للدوله المصريه التحديات يعني صعبه يا دكتور تحديات صعبه واحنا من هنا لازم فعلا نؤكد ان احنا واقفين معاه وواقفين معاه ضد ضد زي ما بيقولوا كده فيش الظلام وضد اللي بيفكروا يقللوا من تعبه ومن تعب الدوله المصريه ومن تعبنا كلنا خوانا. احنا كلنا بنحب مصر ومن هنا بنقول ان احنا بنؤسس وننشئ مبادره بمبادره كامله اسمها في حب الرئيس وشعب مصر تمام. <applause> آه وأنا من هنا بدعوكي وبدعو حضرتك يعني بما إن حضرتك من أوائل الناس اللي شجعوا في الفكرة إن إحنا نبتدي فعلاً في المبادرة ومعانا مجموعة من رجال الأعمال ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ ومجموعة من الفقراء البسطاء، مجموعة من المصريين البسطاء اللي بيحبوا مصر، اللي بيحب مصر مش لازم يكون غني ومش لازم يكون مسؤول، لأ اللي بيحب مصر مصر بتجري في بتجرب دم كل الناس وكل دكتور. المسؤولين وكل البسطاء. كلنا بنحب مصر وكلنا بنحب الرئيس وبنحب السيد الرئيس وبنحب الدولة وعايزين فعلا المؤسسات تسير على النهج الذي نريده والذي تريده لنا الإرادة والإدارة السياسية في مصر إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك ومن هنا بشجع كل مواطن مخلص يدخل معنا ويشارك معنا في المبادرة الجميلة اللي بنبتدي ليها وبندشنها وبدايتها تبقى من برنامجك برنامج رؤية مصرية البرنامج المصري بحق شكرا لحضرتك يا دكتور الرئيس وحب شعب مصر شكرا لحضرتك على المداخلة وإن شاء الله هنأكد حالا على المبادرة وهندعو ليها دكتور محمد عبد الرحمن الحقيقه إيه كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عايزين نعمل حاجه في حب مصر حاجه في حب رئيس الدوله إيه حاجه تشجع الانتماء لدى جميع المواطنين احنا بندعو لمبادره مبادره في حب رئيس مصر مبادره في حب شعب مصر بندعو فيها كل الوطنيين المخلصين المحبين لمصر ونكون في قمه الشرف والفخر بانضمام حضراتكم جميعا لينا نرجع تاني للانجازات اللي الريس بيعملها عايزين نتكلم عن المشروعات السكنية. طبعا كلامنا عن المشروعات السكنيه محتاج حلقات طويله بس احنا عايزين نقول ان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل طفره عمرانيه كبيره جدا مصر شهدتها سواء على مستوى الوحدات السكنيه او انشاء المدن الجديده المتطوره ايه كمان عايزين نقدر نتكلم هناخد عناوين سريعه عشان وقت حلقتنا ايه عايزين نتكلم عن الصحة الرئيس اهتم بالصحة جدا وعمل مبادرات عشان المرأة المصرية وعمل مبادرات للكشف عن فيروس تي نجده اهتم في جميع المجالات لم يترك مجال اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة محاولة دعمهم ومحاولة الوقوف بجانبهم وتحديد لهم مبلغ شهري السيدة الرئيس لم يغفل أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية على سبيل التحديد لدى المصريين الا واهتم بها رجاء جميعا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وللاسف ولل... وقت حلقتنا انتهى النهارده اشوفكم على خير